السلام عليكم كديري لاباس عليكم بخير مزيان كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده يا رب العالمين. فيديو جديد في القناه تحت الطالب ديالكم. بزاف ديال البنات وحتى الدراري اللي كيخليو ليا في التعليق باغيين تاخذوا السوشوار وما عارفين شنو غتاخذوا وما عارفينش الفرق ما بين الاوريجينال او التقليد. واخا بزاف ديال اللي كيبيعوا مواد ديال التجميل غادي تقلقوا ما غاديش يعجبهم الحال حيت كنوريكم شي حوايج اللي ماشي اي واحد غادي يوريها لكم باش كياخذ كيكسب كيف ما تنقولوا حنا طرف الخبز. واخا هو طرف الخبز ماشي هو هذاك يعني ما ديما صفي تشرب حاجه اوري تقليد تقليد والاصليه اصليه نبيع الاصليه بالثمن ديالها ونبيع التقليد بالثمن ديالها ما كاينلاش نجيب وحده اللي هي التقليد ونبيع على اساس راها اصليه. يعني واخا كتاكلوا طرف الخبز كيتسمى حرام واش خلات امي نعيمه البدويه. المهم نبداو على بركه الله. بزاف ديال البنات والدراري باغيين تاخذوا سوشوار ما عارفينش شنو غادي تاخذوا. جبت لكم اليوم واحد السوشوار شي حاجه اللي هي رائعه وجبت لكم حتى الكوبي ديالها. داكشي علاش كنت كنقول لكم صبروا عليا شي شويه على ما نلقى واحد النوعيه اللي هي زوينه بزاف ماركه ديال برا ماشي ديال هنايا ونوريكم الفرق وحتى الثمن مناسب. السوشوار هذا كيف ما كتشوفوها هو جاك كيف ما كتشوفوا شوفوا هذا راه واحد اوريجينال وواحد كوبي. ها انتم يا البنات واحد تقليد وواحد الاصلي وكيبانوا فحال فحال. ها انتم كاين واحد الفرق وليني واحد الفرق اللي هو بسيط الا ما وراهش لك مول المحل ما غاديش تعرفي الفرق بيناتهم. وانا جيت يا لاله نوريك الفرق بيناتهم ما تبخليش عليا حتى انت بالاشتراك في القناه. كاينه هنايا صابوني عرفتوا يا البنات شحال من واحد كيتفرج فيكم وما دايرش تفعيل ديال الجرس ما دايرش تفعيل الجرس ضغطي على صابون. انا نخلي لكم هنايا واحد سكرين شوفوا ديال شحال ديال الناس اللي كيتفرجوا وما مفعلينش زر الجرس. المهم ضغطوا على زر الجرس فعلوا زر الجرس كنزرب باش ما يجيش الفيديو طويل. فعلوا زر الجرس باش اي حاجه حطيتها باقي جايين فيديوهات غزالين واللي بغى شي حاجه يخليها لي في التعليق. نبداو على بركه الله. اول حاجه فهاد السوشوار هذا الاوريجينال المهم ردوا البال الاوريجينال الثمن ديالو داير 300 درهم ما كينزلش على 300 درهم والكوبي ديالو داير 150 درهم. الاوريجينال 300 درهم والكوبي ديالو داير 150 درهم. اجيو نشوفو دابا نكتشفو الفرق بيناتهم. اول حاجه الاوريجينال فلومبالاج هما راه بجوجهم يعني الاوريجينال بطبيعه الحال راه صنع ديال الطاليان والكوبي راه الكوبي ديال هذا. الاوريجينال كتجيو لهنايا في لومبالاج او الكرتونه ديالته كيف ما كتشوفوا ديري لكم هنا منين مستورد منين جاي جميع المعلومات عليه. بالنسبه لومبالاج ديالو هذا اللي رديتو ليه البال قارنتوهم وحطيتو حدا حدا الاوريجينال جاي في اللون ديالو جاي غامق شي شويه على هذا. يعني ملي كتشوفوا في الصوره كتلقاوه هنا دابا في التليفون غيبان لكم فحال فحال ولكن الا شتيه يعني قدامك هذا الالوان اللي فيه واضحين شي شويه على هذا الكوبي شي شويه باهتين. الاوريجينال الالوان ديالو شويه باينين يعني واضحين. في لومبالاج ما كتلقاو حتى شي غلط نهائيا ديما في الاوريجينال ما تيكون فيه حتى شي غلط. ملي كتجيو كتحلو ها نتوما يا البنات الا حليتو كتلقاو البلاستيكه فيها هكايا نوريكم انا بجميع لي ديتاي باش ملي تمشي تاخدي ما تغلطيش نهائيا وتعرفي شنو خديتي. الاوريجينال غادي تلقاو فيه البلاستيكه هكايا ها نتوما يا البنات ها نتوما كتلقاو بلاستيكه كتكون مطبوعه فيها ما عرفتش هنا واش تبان لكم ها نتوما هنايا كتكون مطبوعه فيها الثمن كتكون مطبوعه فيها الثمن اش كتخربقي مالك اش كتخربقي المهم الفيديوهات راه مابقاش كنبغي نمونطيهم كيجيوني هكا احسن وكنهضر بتلقائيه ما عنديش انا مع داك التعواج ونبقى نتعوج عليكم ونتبوزا. قناتي للافاده فقط يعني الا بغيتو تستافدو بغيتو تعرفوا الفرق ما بين الاوريجينال والتقليد تشتركوا في القناه واللايك ديما اللايك اللايك. المهم ها انتما كيف ما كتشوفوا ها هو السوشوار. انا نوريكم بلاستيكه حيت راه حتى البلاستيكه راه حتى علاقه مع الاخرى. نوريكم بعض الحوايج اللي غادي يعني تكتشفوهم في اي ماشي غير في هذه الماركه في اي ماركه كيف ما كتشوفوا ها انتما ها بلاستيكته. كنوريكم ابسط الحوايج ها انتما ها هي كتجي هكا فرق ما بينها وبين العادي. انا نوريكم العادي تشوفوا من الداخل كي تيكون. ها انتما يا البنات كتجي بعدا واحد البلاستيكه اللي هي عاديه ها انتما بلاستيكه عاديه بيضاء عاديه ما يعني ما فيها لا كتابه لا والو طاح لي الراس ديالو. ها انتما شو البلاستيكه ديالت هذا مع هذا
يعني كنوريكم ابسط الحوايج باش حتى ما خلاكش مول المحل تحلي او تجبدي، حلي غير من الفوق شوفي، غير يعني غير من الفوق تولي تعرفي. شوفوا بلاستيكه ديال الاوريجينال، وهذه راهي ديال الكوبي، هذه اول ثاني حاجه واقيلا كاع. بسم الله طاح لي هذا الراس، هذا هو اللي طاح. ندوزو دابا للسوشوار، كيفاش نعرفوا امريكا السوشوار؟ كيف ما كتشوفوها هما كيبانوا فحال فحال، انتما يا البنات كيبانوا فحال 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 في الراس. كيف ما كتشوف كاين هنا واحد الاختلاف، ها هو راه غيبان لكم. ها انتما غتاخدي اختي الكوبي وغتاخدي الاوريجينال، غادي ديري لهم غير هكا هكايا. الكوبي كيتكلم داير فحال شكل ديال الالعاب ديال الدراري الصغار، الا كتعرفوا السوشوارات ديال البنيات الصغار هكا. ملي الا كنتو كتسمعوا، المهم ما عرفتش واش غيتسمع ولا لا، هذا كيتكلم من الداخل، هذا نهائيا لا. كتجيو لهاد هاد هاد جاك، هادي فيه مكتوبه ها هي الاوريجينال، هذا هو الاوريجينال، ها هي فيه برونز هكا هي مكتوبه ومفينيه واللون ديالها غادي برونزيه بزاف. هذا لا، هذا كيف ما كتشوفوا شتو غادي شي شويه فحال البيج. ها نتوما راه الا قدرت نقدر نخلي لكم واحد الفيديو هكا بصوره اللي هي قريبه، نخليه لكم هنايا وشوفوا هكا هي عن قرب وشوفوا الفرق بيناتهم. ها نتوما يا البنات، هذا راه الثمن ديالو 300 درهم وهذا 150 درهم، وكاين اللي كيقول لك حنا راه دايرين فيه برومو غير 200 درهم 250 درهم. البنات الاوريجينال ما كيهبطش على 300 درهم، والكوبي ديالو داير 150 درهم وقليل فيه كيوصل ل 180 درهم، يعني قليل الا كانت سلعه مقطوعه اللي كيوصل ل 180 درهم. هذا هو الفرق بيناتهم كيف ما كتشوفوا. ندوزو لحاجه واحده اخرى، ملي كتجيو لهادو ها هما ديما الاوريجينال قريفي كتلقاي فيه هنايا في الالوان، كتلقاي ديما سامبل حيت ديما ما كيقويوش هما قوه الالوان، يديروك الاحمر والزرق والخضر والصفر. كتجي لهنايا الاوريجينال فيه الدرجات، فيه الدرجات ديال السرعه وفيه الموين وفيه خفيفه وفيه بالنسبه للدرجه ديال الحراره انت كتحكمي عاوتاني وكتحكمي حتى في السرعه. الكوبي لا، هنايا لا، هنا اما الناقص واما الزايد. وحتى هادو هانتوما راكم كتشوفوا هذا هو الفرق بيناتهم، هذا الاوريجينال وهذا راه الكوبي. هانتوما يا البنات راه شي حوايج اللي هما باينين، غير ركزوا راه ما يعني ما عندكمناش تخافوا نهائيا. نجيو عاوتاني لهنايا كيف ما كتشوفوا بالنسبه للتعليمات اللي كيكتبوا لكم هنايا. هانتوما ها الفرق بيناتهم، هذا هو الاوريجينال البنات عقلوا، هذا هو الاوريجينال هذا هو الكوبي. الاوريجينال جاي لك لهنايا كاتبين لك هنا ممنوع ممنوع تستعملي هكا الا كان الماء هكا. يا شحال واحد كيدخل كيدوش كيبقي كيبغي يستعملو راه يقدر يقيسو الماء ولا شي حاجه وطرا شي حاجه، يعني الاوريجينال راه تيعطيوك جميع المعلومات اللي غادي يعني اللي غادي كيقولوا لك كلشي، يعني باش ما تمشيش تدخليه للدوش الماء ما نديريش. الكوبي لا كيف ما كتشوفوا ها نتوما، وفي اللون راه حتى علاقه في اللون. ها نتوما هذا راه برونز وهذا غادي اللون ديالو شويه فاتح. هانتوما يا البنات شي اللون بيناتهم كي داير، هانتوما ها يعني راه حتى علاقه مع بعضياتهم، ولا هزيتي حتى في الهزه هذا راه حتى علاقه مع هذا. ندوز لواحد النقطه اللي هي مهمه وباينه غير حنا ما كنردوش ليها البال وخلاص، ديما الاوريجينال لا في السوشوار ولا في البلاك الخيط ديالو او الكابل ديالو كيف ما كتشوفوا كيجي طويل. هانتوما يا البنات ها الطول ديالو، شوف كيفاش هاد الخيط هذا كيجي طويل ما كيجيش زعما قصير. ومني كتجيو لهنا كتلقاو هاد هادي باش مصايبه هاد القنت كتلقاوها كرطبه يعني كدور بسهوله باش ما يمشيش يتقطع ليكم، ولا حيت شحال وحده كيتقطع عليها صافي كتضيع فيه، وقليل اللي فين كتلقاي شي واحد اللي غيصايبو لك. شوفوا الخيط البنات قداش، شوفوا الخيط قداش، شوفوا الخيط ديال هذا قداش. انا نحل لكم الاخر ونوريكم الخيط ديالو قداش. هذا حتى هو طويل واني ماشي في الطول ديال 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 الاصلي، ماشي في الطول ديال الاخر. ها نتوما يا البنات هذه ها وحده ها جوج فقط صافي، ها هو ساله هنايا. ها نتوما ها وحده ها جوج، شتو ها هي ها جوج الاخر لا. ها نتوما ها الاوريجينال صح، ها وحده، ها نتوما ها جوج، ها ثلاثه، شتو يعني شي حوايج راهما باينين الواحد غير خاصو يرد البال وصافي. بالنسبه
البريز، حنا اختي تنقولوا البريز، نتوما اش تقولوا ليهم؟ انا المهم انا ما ديش هذه، انا راك الهضره كانت تلقائيه. ها نتوما البريز ديالو كيف ما كتشوفوا كيجي هكا، يعني فحال دوك الاولين. هذا لا، هذا كيجي شي شويه مغاير على الاخر. ها نتوما شوفوا الشكل ده، هذا انا نحط لكم حدا هذا وشوفوا الشكل ده هذا. ها نتوما شي الفرق بيناتهم، يعني انا كنوريكم الفرق وانتم ملي تمشيو تشريو عقلو غير على هاد لي ديطاي هادو، راه ما غاديش زعما كاين تغلطوا فيه، عقلو غير على هاد لي ديطاي هادو اللي وريتكم دابا، راه غادي تاخذوا الاوريجينال ما عندكمناش تخافوا. من الاحسن واحد يزيد شي شويه وياخذ الاوريجينال في العوض، لا غادي تاخذي واحد كوبي ب 150 ولا 180، وكيف ما قلت لكم كاين اللي كيبيعوا حتى 200 درهم 250 درهم، زيدي واحد الثمن اللي هو قليل وخذي خذي الاصلي ويدوز لك واحد الموده وتخدمي به وما تخافيش منه، ما غيتحركش لك دغيا دغيا. كاين البنات واخدينهم من عندي جلس ليهم 5 سنين 6 سنين 7 سنين، يعني ما عندك مناش تخافي. هادو هما يعني هذا هو السوشوار، الناس اللي كيخليو ليا في التعاليق وباغيين شي حاجه زوينه وباغيين السوشوار اللي يكون زوين، خذوا هذا جاك، راه الصنع ديال ايطاليا، ما عندكم مناش تخافوا. راكم كيف ما كتعرفوا اي حاجه جايه من برا راه كتكون زوينه، يعني اي حاجه كيف ما كانت حتى الشكلاط ديالهم زوين. المهم هكا كيكون سال الفيديو. بالنسبه للناس اللي غادي يسولوني فين كاين المحل، المحل كاين في سلا بالضبط في القريه حي البركه سيكتور 4 زنقه سيدي عبد الله بن حسين، رقم المحل 10 محل عطاري. راه ديما كنخلي لكم عنوان ديال المحل في صندوق الوصف. البنات اللي غادي يسولوني علاش الرقم ديال الواتساب ما بقاش خدام لي كيصيفطوا ليا، البنات كيف ما كتعرفوا انا مني المحل مني الدار ومني هكايا القناه، ما بقيتش كنقدر مازال، يعني كاين اللي كيصيفط لك في ميساج هكا في الواتساب، كاين اللي باغي غير يتفلا كيف ما كتعرفوا. صافي وقلت شنو غادي ندير، الناس اللي باغيين شي حاجه يخليوها لي في التعاليق وراني كنجاوب على التعاليق ديالكم. مؤخرا ما بقيتش كنجاوب الا رديتوا البال، غير على حساب العيد قرب ويعني وانا يدي بوحدي، حتى دارنا بعادين عليا، ماشي دارنا حدايا اللي غادي نقول غادي يجي شي واحد فيهم غيعاوني ولا شي حاجه، دارنا شي شويه بعادين، داكشي علاش ممكن غير بوحدي مني الحالات كيف ما قلت لكم والدار وكلشي. المهم بلا ما نبقى نشكي عليكم بزاف. يلا كنقول لكم السلام عليكم، اللي بغات اي حاجه تخليها لي في التعاليق مرحبا بها، 100 ألف مرحبا. وكيف ما قلت لكم ما تنساوش ابوني تفعيل ديال الجرس، خلي لي عافاك اختي واحد اللايك ما تبخليش باللايك، وكنقول لك بالسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي، واي واحد بغى شي حاجه يخليها لي في التعاليق.